إطار الجامعة الملكية لرياضة أشخاص ذوي الإعاقة التي تجمع بين أسود أكادير باقة ورد، يهديها عميد فريق النهضة الأكاديرية إلى عميد فريق أسود أكادير. الجمعية ديالنا جمعية النهضة تأسست في مارس 2019 واللي كانت أول جمعية في الجنوب كامل، وهي اللي كانت كتمثل يعني جهة سوس ماسة. ومن بعد الفكرة كيفاش جات كانت مع الشباب، كنت أنا فكرة أنني نعاونهم في التأسيس، تلاقيت راسي بأنني أنا ولات الفكرة دابا خدامة عليها دابا، يعني كنا جمعية عادية تولينا في شي حاجة اللي نقولوا احترافية الآن. واليوم حنا في هذا الملعب خدينا شرف ديال الاستقبال والتنظيم ديال البطولة الوطنية لكرة القدم ديال المطورين اللي كتنظمها دائما الجامعة، الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضع إعاقة. ملي كنقول لهم مبتور هذا شنو القصد منه؟ مبتور الرجل، لأن هذا هو الاتحاد ديال كرة المبتورين كيقولوها بحال هكا. المبتور هو اللي عنده بطر في الرجل أو في اليد، لأن اللاعبين كتكون عنده بطر في الرجل باش يلعب وسط الملعب، والحارس خاص تكون عنده بثر في اليد باش يقدر يطاكي على هو كتكون عنده رجليه بجوج، ولكن اليد خاص وحده ما كتكون كيطاكي بيد وحده. كيكون اللي عنده سرطان تبطر بسبب السرطان، كاين اللي كسيده مثلا حوادث السير، وكاين اللي عنده تشوه خلقي او لا كتكون عنده هشاشه العظام. حاليا الدعم الجمعيه مازال ما كاينش، لانه نقدروا نقولوا الدعم لحد الان ضعيف، وانما نقول الا ما قلت منعدم، لانه يلا ان شاء الله غادي ندفعوا ان شاء الله المنحه ديال الجمعيه هذه المره الجايه، ونتمناو صراحه الجهات المخول لها الامر انها ترد البال لهذه الجمعيه، لان الجمعيه ديالنا رائده في المدينه، كدير انشطه اللي هي في المستوى، كدير تكوينات اللاعبين، كدير يعني امور اللي هي في المستوى باش هاد الدراري يطلع النيفو ديالهم ديال اللاعب. كاين الحمد لله المنتخب ديالنا ديال المطورين الاطراف اللي مثل المغرب في الكاس الافريقيه وتاهل لكاس العالم اللي غادي يلعب ان شاء الله في اكتوبر في تركيا، وايضا المنتخب غادي يمشي يلعب واحد الماتش اللي هو ودي مع المنتخب البولوني، واللي غادي يمشيو المنتخب ديالنا يشاركوا فيه. حتى هما بحالنا بحالهم، يعني بحالهم بحال الاسوياء، يقدروا يقولوا الكلمه ديالهم في الرياضه، خاصهم يعطيهم فقط الاهتمام. الاهتمام دائما ماشي هو الفلوس، الاهتمام نقدروا نهتموا بهم نفسيا اجتماعيا ومعنويا، وفي نفس الوقت نهتموا بهم رياضيا، يعني نوفروا لهم الامكانيات الضروريه باش يولي رياضي بحاله بحال الانسان السوي. السلام عليكم، حنا اليوم في اطوار البطوله الوطنيه لمطوري الاطراف، والحمد لله الامور كدوز فيما يرام. هذه البطوله هي بطوله من نوع اخر لذوي الاحتياجات الخاصه اللي داخله من تنظيم الجامعة الوطنية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة. وكما كنقول لك هذه الرياضة الحمد لله غادا وكتطور، كاين بعض القوانين الخاصة سيغتو اللي كتلب أنهم كيستعملوا العكاكز إضافة، والعكاز فهو بطبيعة الحال امتداد اليد، دونك كاينة قوانين خاصة، كاين وقت محدد يعني ماشي بحال الوقت العادي، يعني كيراعي الظروف. مثلا حنا في البطولة نورمال في النورمال 25 دقيقة في كل شوط، كاين جوج أشواط ديال 25 دقيقة. 25 بالنسبة الملعب اكيد تا هو صغر، كي يعني باش يكون اخذا بالاعتبار هاد يعني هاد الفئه الخصوصيات ديالهم. هذا استثناء بالنسبه اونيفو ناسيونال، ولكن اونيفو انترناسيونال فهذا ما يمكنش بطبيعه الحال. مقابلة كنا هاد البطوله كنوجدوا لها شحال هادي، مقابلة دخلنا عليها بعزيمه واراده، الشوط الأول لعبهم بواحد، والحمد لله هادشي ما جاش بزاف، جا بالمجهودات والأنظمة والتحفيزات والتشجيعات على الجماهير الأكادية اللي كتساندنا، والناس الجالية المغربية بالخارج اللي كيعاونونا، والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله نمثلوا مدينة الأكادية أحسن تمثيل. I'm gonna leave you here.
حنا عائله المباراه اليوم هذا اجواء الروح الرياضيه عاليه وكنشكروا جميع الفرق على المجهودات اللي قدموا لكرة القدم لمبطولي الاطراف وكنتمنوا هذه الرياضه ان شاء الله تنتصر في المغرب كامل باسره وحنا فرحانين بهذا الفوز اللي هو الفوز الثالث لنا الفوز الاول على جمعيه الوداديه المغربيه للمعاقين والفوز الثاني على جمعيه خطوه ب10 اهداف والفوز الثالث على جمعيه نهضر اكاديره بهدف واحد وكنشكروا الجمعيه على حسن التنظيم وكنشكروا جميع اللاعبين وجميع الاطر وجميع المدربين وتحيه للجميع وكنشكروا منبر انفاس الحمد لله كما كتشوفوا اليوم لعبنا ماتش من ميتان البطوله ربحنا البارح جوج ميتان واليوم لعبنا ماتش ثاني وحنا في الصداره الحمد لله هذه الرياضه بزاف بالنسبه لي انا هي شي حاجه كبيره انا كنت كنلعب برجلي ملي باقي عندي رجلي ودابا الحمد لله ملي مشات لي رجلي باقى العزيمه وباقى الاراده وكنقدم اليوم الفوز ديالنا للاعبين ديال استاذ كادير والطاقم التقني والطاقم الطبي والاداره وفرحان بزاف اليوم وهادشي زوين بزاف شكرا بزاف ديال اسود اكادير وديال النهضه الاكاديريه الاخوان الطاقم الاداري والطاقم المرافق ديال النهضه والاسود اللي كيمثلوا فروق اكادير بغيت نحافظوا على الصله ديال الاخوه بين الفريقين لان ما يهمنا هو الاجتماعي والجانب الانساني في اطار الجامعه الملكيه لرياضه اشخاص في وضعيه الاعاقه التي تجمع بين اسود اكادير باقة ورد يهديها عميد فريق النهضه الاكاديريه الى عميد فريق اسود اكادير.